والوصفة ديال اليوم غادي نستعملو وصفة طبيعية لحماية البطن من الشرات اللي كتكون فيه خاصة في الفترة ديال الحمل. هاد الوصفة اللي غادي نعتمدو فيها في مواد كتحتوي على لا فيتو إلاستين، هاد المادة هادي اللي كترجع لنا المرونة ديال الخلايا ديالنا، وكذلك كتخلي الخلايا كيتصداو للعوامل الخارجية. لا فيتو إلاستين الطبيعية كنلقاوها في مواد طبيعية كذلك كتصدى العوامل الخارجية اللي هي الفيك دو بارباري، يعني التين الشوكي، الصوجة، وكذلك الزيت ديال الذرة. هادو ثلاثة ديال المواد اللي غنيين بالفيتو إلاستين. طريقة ديال الاستعمال بسيطة وسهلة، كناخدو معلقة كبيرة من زيت التين الشوكي يعني زيت الهندية الفيك دو بارباري، معلقة كبيرة من زيت الصوجة، ومن زيت الذرة. هاد الخليط هذا كنديرو به مساج ديال 10 ديال الدقائق في البلايص اللي عندنا فيهم الشراطي، ولا البلايص اللي كنحسوا ان غادي يبداو فيهم الشراطي. مساج ديال 10 دقائق كل ليله، وكنباتوا بهذه الوصفه وما كنقطعوهاش طيله فتره الحمل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.